أعزائي الطلبة، نحن في الدرس 18 تمارين 2-1 سؤال 3 للجذور التربيعية الأعداد المركبة الآتية. وصلنا إلى فرق سي. قبل ما أحل فرق سي أحب أقول لكم باقي التمارين كلها راح أكتبها على الصبورة وأشرح لكم إياها، وبهاي الطريقة راح أحافظ بيها على وقتكم وراح تفتهمون إن شاء الله، وحتى شرح يكون أوسع. هسه أدي فرق سي يريد جذر الجذور التربيعية للعدد هذا، يعني يريد رقمين يضربوا بعضها ويطلع هذا العدد. فأقول ليكن أي زائد بي آي شو يساوي؟ يساوي تحت الجذر هذا العدد. بعدين أربع الطرفين، أي زائد بي آي تربيع والجذر يروح ويا التربيع. أجي على الطرف الأيمن أشتغل واحد، الأيسر أشتغل واحد، والطرف الأيمن أشتغل واحد. هذا أشتغله يعني اخليه بصيغه اي زائد بي اي. فاول ما اسوي افتح التربيع يصير اي تربيع مربع الاول زائد 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني بتربيع اي تربيع، والاي تربيع ناقص 1 هذا يصير ناقص ويساوي. الطرف الايمن اول ما يفكر الطالب يفكر بالعدد المرافق، فلهذا انا راح اشتغل بالعدد المرافق. 4 على 1 ناقص تحت الجذر 3i في 1 زائد تحت الجذر 3i على 1 زائد تحت الجذر 3i، هذا العدد المرافق. عندي سؤال للاذكياء. طبعا هو الغايه انا اخلي بصيغه اي زائد بي اي واخلي اي زائد بي اي وقارن الاي ويا الاي والبي ويا البي، بس سؤالي للاذكياء هذا 4 على 1 ناقص تحت الجذر 3 اي وضعه بصيغه اي زائد بي اي بدون الضرب بالعدد المرافق او بالعامل المنسب بدون ما تضربه بهاي. هذا سؤال وزاري، جاي سؤال وزاري معروف يا سلام، بس جاي سؤال وزاري فكر بيه بدون استخدام العامل المرافق. مشاركتكم اللي متابع دروسي راح يحله، لا تحلي مثله. فهسه راح نجي نكمل هذا. اخلي الاعداد الحقيقيه 1 اي تربيع ناقص بي تربيع زائد 2 اي بي اي شو يساوي؟ يساوي اذا عندي عددين مرافق مترافقين مضروبه ببعضها اخذ مربع الحد الاول زائد مربع الحد الثاني واضرب هذا الاول بالاول والاول بالثاني. 4 زائد تحت الجذر ساحب 4 تحت الجذر 3 اي. هذا هو هذا راح ياخرني شويه لان انا هذا كملته. اي تربيع ناقص بي تربيع زائد 2 اي بي اي شو يساوي؟ هذا 4. طيب جبت الوطنية هذا الصوت على 4 زائد 4 تحت الجذر 3 اي ويساوي هذا انا مثل ما هو اي تربيع ناقص بي تربيع زائد 2 اي بي اي شو يساوي؟ 4 على 4 زائد 4 على تحت الجذر 3 على 4 اي. الأربعة ما تتأخر منه بكتبها مرة ثانية، الأربعة على 4 1 والأربعة تروح ويا الأربعة ويروح الكسر يصير تحت الجذر 3 اي. هسه هذا عندي الاي وهذا عندي الاي، هذا عندي البي وهذا عندي البي. الاي يساوي الاي يعني اي تربيع ناقص بي تربيع يساوي 1. هذا معادلة أولى. المعادلة الثانية 2 اي بي اي بي شو يساوي تحت الجذر 3. أعداد الطلبة تقدر تاخذ الاي بدلالة البي أو البي بدلالة الاي، بس أنا شو دائما البي بدلالة الاي على مود أخص من ناقص ما أخليه بالبداية على مود أهاية. فالبي شو يساوي؟ تحت الجذر 3 على 2 اي. وهاي شنو هاي؟ هاي معادلة 2
معادلة اثنين، اجي اعوض اثنين في واحد. اذا كتبتوا هذا السؤال ولا ما كتبتوا رجعوا الفيديو واكتبوه وحلوه ان شاء الله، راح يطلع نفس النتيجة. راح يطلع النتيجة المفروض واحد دالة تحت الجذر ثلاثة اي المفروض، وبدون استخدام العدد المرافق. عوض معوض معوض اثنين في واحد، يعني عن كل في هنا اخلي تحت الجذر ثلاثة اثنين اي، عندي في واحد وتربيع اخلي تحت الجذر ثلاثة على اثنين اي لكل تربيع، يعني اي تربيع ناقص تحت الجذر ثلاثة على اثنين اي ستة قوس تربيع، لان البي تربيع يساوي واحد على بنفسه. هسه افتح هذا القوس، اي تربيع ناقص ثلاثة مربع الجذر ثلاثة على أربعة أي تربيع مربع الاثنين أي يساوي واحد. أخلص من الأربعة أي تربيع لأن بالمقام أقول في أربعة أربعة أي تربيع، تصير هنا أربعة أي أس أربعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة أي تربيع. ربطت هنا وربطت هنا وربطت هذا. هسه أجيب هذا على هذا الطرف وأشوفه ينحل بطريقة التحليل وبطريقة الدستور. أربعة أي أس أربعة ناقص أربعة أي تربيع ناقص ثلاثة يساوي صفر. هسه لو التحليل عندي لو الدستور، لا تروح الدستور مباشرة لأنه طويل ويضيع وقتك. فشو تسوي؟ فكر بيها، قول اهاي الثلاثة جاي من واحد في ثلاثة، يعني خلينا نقول ثلاثة في واحد هي أربعة، هاي أربعة، هاي أربعة هنا جاية من اثنين باثنين ممكن جمعها يصير أربعة وهاي أربعة. فينحل بطريقة التحليل بس بالتجربة أقصد هذه، بس شوية يراد لها خلينا نقول صبر. بس انا حطيك النتيجه مباشره واقول لك شلون تلقاها مباشره. هنا اثنين اي تربيع، هاي اربعه اي تربيع، هنا اثنين اي تربيع، وهنا اثنين اي تربيع. زين هاي ثلاثه مين جايه من ثلاثه في واحد؟ ثلاثه في واحد. الناقص مين جاي من الزائد بالناقص؟ اخلي الناقص للكبير لان هاي الناقص كبير، هاي بالبدايه، وبعدين اذا غلط اروح ابدلهم واجرب. شلون اجرب؟ اضرب هذا في هذا، يعني واحد في اثنين اي تربيع اثنين اي تربيع، واضرب هذا في هذا، الناقص في الزائد ناقص، ثلاثة في اثنين ستة اي تربيع، مجموعها اربعة اي تربيع، اربعة اي تربيع هي هاي نفسها، يعني الحل بطريقة التجربة، بطريقة التجربة الحل، تحليل بالتجربة الحل. فما دام الحد خلص هاي ما راح الدستور بعد، فاجي هنا على اثنين اي تربيع زائد واحد يساوي صفر. طبعا اما اثنين اي تربيع اقول لا يمكن، لا يمكن، مستحيل تلقى عدد تخلي هنا وتربعه ويطلع سالب واحد، مستحيل كله موجب، فمستحيل يساوي صفر. زين او اثنين اي تربيع ناقص ثلاثة يساوي صفر، ويؤدي الى اثنين اي تربيع يساوي ثلاثة، يعني الاي تربيع شو يساوي؟ يساوي ثلاثة على اثنين، ويؤدي الى الاي شو يساوي؟ ناقص زائد تحت الجذر ثلاثة على اثنين. وطلعنا الاي، بقى بس اطلع البي، طلع الاي بقيمتين، قيمة بالناقص وقيمة بالزائد. أقول عندما الأي شي يساوي تحت الجذر ثلاثة على اثنين، أخذ بالموجب. بعدين أقول عندما الأي يساوي ناقص تحت الجذر، هسه وشو أسوي؟ أقول هنا نعوض في عوض في اثنين جاهز، يطلع لي بي جاهز، يطلع لي بي جاهز، نعوض في اثنين. ما في داعي هذا السهم، راح يصير السهم هنا نعوض فيه اثنين، الاثنين خليني اكتب لكم اياها، البي شو يساوي بالاثنين؟ تحت الجذر، تحت الجذر ثلاثة على اثنين في اي،
حينكم تنتبهون وياي شلون راح اعوض، لان هنا عندي جذر وهنا جذر، هنا جذر وهنا جذر، راح اريدكم تنتبهون وياي. هذا القسمه الطويله بقيها واطولها شويه عمود ما اتخربط بيها. هنا تحت الجذر ثلاثه، هنا اثنين هي بالمقام بالبسطيل عفوا، يعني اثنين على واحد. الاي هو اخذناه بالموجب تحت الجذر ثلاثه على اثنين، يعني تحت الجذر ثلاثه على تحت الجذر اثنين، في تحت الجذر ثلاثه على تحت الجذر اثنين، ماشي؟ فهسه هذا يروح ويا هذا، شو يبقى عندي؟ يبقى عندي الواحد على الواحد على الاثنين، الاثنين من جاية؟ من جذر اثنين في جذر اثنين، جذر اثنين في جذر اثنين، على جذر اثنين، يروح جذر اثنين ويا جذر اثنين، شو يساوي؟ واحد على جذر اثنين، واحد على جذر اثنين، إذا البي شو يساوي؟ تحت الجذر نصف. هسه شو أقول؟ أقول الجذر الأول، الجذر الأول، ليش أكتب الأول وبعدين أكتب الثاني؟ على مود ما أتخربط، على مود ما أتخربط، الجذر الأول عندما الأي يساوي تحت الجذر، يعني تحت الجذر ثلاثة على اثنين زائد تحت الجذر نصف اي، هذا الجذر الاول. اقول عندما اخذها بالسالب، هسه اخذها بالسالب، اي يساوي، اي يساوي سالب تحت الجذر ثلاثة على اثنين، اقول نعوض، نعوض في معادلة اثنين، معادلة اثنين ارجع اكتب لكم اياها نفسها، معادلة اثنين هي اهاي بي يساوي تحت الجذر، البي يساوي تحت الجذر ثلاثة على تحت الجذر ثلاثة على اثنين اي، عوض الاي هسه هنا، مثل ما علمتكم طولوا هذا الكسر، طولوه شوية خلوه اطول من الباقيات، لا عندكم كسور ثانية، تحت الجذر ثلاثة بقي مثل ما هو، على اثنين هذا اصلها اثنين على واحد، اصلها ليش ما اسويها تحت الجذر اثنين في تحت الجذر اثنين؟ لان ما اعرف ايش راح يطلع لي، خلينا نشوف في اي، هذا الاي، الاي هو تحت الجذر ثلاثه على اثنين، طبعا بالسالب، السالب اخليه هنا، السالب اخليه هنا، او ارفع اخليه بالبسط خلص منه، السالب خلصت منه، هذا تحت الجذر ثلاثه على تحت الجذر اثنين، يعني تحت الجذر ثلاثه على تحت الجذر اثنين، هذا اصلا. فاختصر هذا ويا هذا يبقى هنا واحد، مو صحيح؟ اقول هو يساوي البي يساوي واحد على هم اطوله، واحد على اثنين ما دام عندي مجال بالصبوره على تحت الجذر اثنين، لان تمثل ما هو، الاثنين هاي شنو اصلها؟ اصلها تحت الجذر اثنين في تحت الجذر اثنين، تحت الجذر اثنين ويا تحت الجذر اثنين يروح ويساوي واحد على تحت الجذر اثنين ويساوي تحت الجذر نصف، لان الواحد الجذر الواحد هو واحد، جذر الواحد هو واحد، فالجذر الثاني، الجذر الثاني هو ناقص تحت الجذر ثلاثة على اثنين ناقص تحت الجذر نصف اي، واقول جذور العدد، جذور التربيعية للعدد، أخذها من سؤال، الجذور التربيعية للعدد أربعة على واحد ناقص تحت الجذر ثلاثة آي هو ناقص زائد، وأخذ الموجب، طلعت أول واحد الموجب وينه؟ هذا، أخذ الموجب تحت الجذر ثلاثة على اثنين زائد تحت الجذر نصف اي، هسه لما اضرب بموجب بالموجب يطلع نفسه، لما اضرب بسالب يطلع الجذر الثاني. وصلنا الى سؤال اربعة من المعادلات التربيعية ذات المعاملات الحقيقية واحد جذريها هو فرع اي فرع بي فرع سي، ناخذ فرع اي، اقول بما ان المعادلة ذات معاملات حقيقية، إذن الجذر الآخر هو العدد المرافق للجذر الأول، يعني ناقص i،
مجموع الجذرين اي زائد ناقص اي يساوي صفر، تروح الاي ويا الناقص اي، خاصة ضرب الجذرين اي في ناقص اي هو ناقص اي تربيع، والاي تربيع ناقص واحد يصير واحد. القانون مالنا احنا حافظينه، اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في اكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر، مجموع الجذرين هو صفر في اكس فيروح كله زائد واحد، فاكس تربيع زائد واحد، ونحل السؤال. هسه عندنا فرع ب 5 ناقص اي، اقول بما ان المعادله ذات معاملات حقيقيه، اذا الجذر الاخر هو العدد المرافق للجذر الاول، يعني 5 زائد اي. مجموع الجذرين 5 ناقص اي زائد 5 زائد اي يساوي 10، لان ناقص اي وهي زائد اي يروح، ف 5 زائد 5 يساوي 10. حاصل ضرب الجذرين، اضرب ناقص 5 اي في 5 اي، هو الاجر راسا يعني اقول 5 مربعها 25 والواحد مربع واحد يساوي 26، بس انا ضربت لكم الاول بالاول، الاول بالثاني، الثاني بالاول، الثاني بالثاني، طلع 26. وتجي هنا القانون مالنا اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في اكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر، مجموع الجذرين طلع لنا 10، حاصل ضرب الجذرين طلع لنا 26 ويساوي صفر، ونحل فرع ب. اجي على فرع سي للشهور هيك بده يقوم به نهائيا، شغله سهله، تحت الجذر 2 على 4 زائد 3 على 4 اي هو الجذر الاول. نفس الشيء المعادله ذات معاملات حقيقيه، الجذر الاخر هو المرافق لها. مجموع الجذرين تحت الجذر 2 على 2، هذا اجي 2 من جاي من تحت الجذر 2 في تحت الجذر 2. ليش اشتغلت هذا الشغل؟ لان طلع لي 2 ب2 اختصر شويه، ف2 جايه من تحت الجذر 2 في 2 اختصر، من تحت الجذر 2 ويا تحت الجذر 2 يطلع 1 على تحت الجذر 2، والواحد هو تحت الجذر 1 نفسه، فاقول تحت الجذر نصف. حاصل ضرب الجذرين، اقول راسا اقدر اقول تحت الجذر 2 في تحت الجذر 2 يساوي 2، تحت الجذر 4 في 4 يساوي 16، واقول اخذ اضرب هذا المعامل فقط، 4 3 في 3 9، 4 في 4 16، واجمع هاي وهاي اصلا هي تختصر، لان عندي عددين مرافقين، فقط اخذ مربع الاول ومربع زائد مربع العدد الثاني. وإذا يضرب الأول بالأول، الأول بالثاني، الثاني بالأول، الثاني بالثاني، هم تختصر ويطلع نفس النتيجة 11 على 16، أطبق بالقانون ويطلع لي الحل. هسه السؤال الرابع، إذا كان 3 زائد أي هو أحد جذرين المعادلة، أكس تربيع ناقص أي أكس زائد 5 زائد 5 أي يساوي صفر، يريد قيمة هاي الأي ويريد الجذر الاخر، يريد الجذر الاخر. اقول 3 زائد اي هو احد جذرين المعادله، اذا افرض من عندي ان الجذر الاخر هو كي، وش اقول؟ اقول هذا هو شنو مجموع الجذرين، يعني كي زائد 3 زائد اي شو يساوي؟ يساوي اي. واجي على هذا هو حاصل ضرب الجذرين، فشو اسوي؟ اضرب هذا الكي في 3 زائد اي واكمل ضربه يطلع اكمل ضربه ايش يساوي؟ يساوي 5 زائد 5 اي. هسه لو اخذ هاي المعادله، لو اخذ هاي المعادله اشتغل بيها، مو بكيفي، قبل كنا بكيفنا هسه مو بكيفي. إذا أخذ هاي المعادلة اشتغل بها بيها مجهولين، ما أقدر أخذها، شو أسوي؟ أجي على هاي المعادلة بيها مجهول واحد، أطلع المجهول مالها، أقول كي شو يساوي؟ 5 زائد 5 أي هو بالبسط، وهاي يصير بالمقام كأنما قسمت طرفي المعادلة على 3 زائد أي، وينحل 3 زائد أي ويا 3 زائد أي ينحل، يبقى كي يساوي 5 زائد 5 أي على 3 زائد أي.
اضرب بالعدد المرافق اول 3 ناقص اي، مربع الاول زائد مربع الثاني و9 زائد 1 يساوي 10، خلصنا منه. اجي على هذا اضرب الاول بالاول، الاول بالثاني، الثاني بالاول، الثاني بالثاني، يطلع لنا هذا الرقم. هو احنا جاي نحل امثله حديثه 80 هوايه عليها، وضرب الاعداد المركبه اخذنا هوايه امثله عليها، ماكو داعي اخركم. فاقول 15 زائد 5 20 وناقص 5 زائد 15 10، 20 على 10 زائد 10 على 10 اي ويساوي هذا يروح، هذا يروح فردنا، وهذا يبقى منه 2 2، وهذا يروح وهذا يروح 2 زائد اي. هسه عندي الكي يساوي 2 زائد اي، شو اسوي به؟ اذا انا اصلا ما كاتب هنا رقم، شو اقول؟ اكتب نعوض في واحد واخطي هذا رقم واحد. يعني مو شرط اني اكتب رقم بالبدايه، بس من احتاج شيء اكتب اسوي له رقم، نعوض في واحد واكتب رقم هنا واحد، اخلي هاي الكي وين؟ هنا. فالكي العرفه تؤدي هذا رقم عرفته الاي، فهاي الكي نفسها، شوف هاي الكي خليتها 2 زائد اي زائد الثالث زائد اي يساوي اي. اذا اجمع الثلاثه ويا الاثنين، الاثنين ويا الثلاثه 5، والاي زائد اي هو 2 اي ويساوي اي. اذا الاي يساوي 5 زائد 2 اي، وانتهى حل تمارين 2 1.